السمك المهاجر، حكاية من التراث الأفريقي. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي مكان ما من أفريقيا، كانت هناك بحيرة جميلة. كانت البحيرة محاطة بمجموعة من الأشجار والأعشاب، وقد عاشت هناك مجموعة من الحيوانات. كانت الحيوانات عندما تعطش تذهب وتشرب من ماء البحيرة، وكذلك فرس النهر كان يمضي معظم يومه في الماء. ولكن لم يكن من السهل دائما العيش في أمان. لقد اصطاد البجع الجائع السمك بسرعة فائقة، طبعا القوي يهزم الضعيف، نحن نعيش في عالم الأقوياء. اسم هذا السمك بوب، وتخلص بوب من البجعة بصعوبة. مرحبا بيل. مرحبا، كنت أراقبك وقلبي يدق خوفا عليك، الجميع يريد أن يشكرك، تعالوا. بوب، شكرا لإنقاذك لنا. لا أذكر بأني أنقذتكم جميعا، ولكنك تخلصت من البجعة. هيا ابتعد، لم أقصد إنقاذكم، لقد جربت شجاعتي، أنا أكره الضعفاء. ابتعدوا ابتعدوا أي لماذا يفعل بوب ذلك؟ لماذا؟ كان العيش في البحيرة مملا جدا لبوب، ولهذا رغب في الرحيل إلى مكان أوسع. بماذا تفكر وحدك يا بوب؟ أفكر في الرحيل إلى البحر يا بيب. ماذا؟ نعم، لقد قررت ذلك منذ فترة. انتظر لحظة، لماذا أنت ذاهب إلى البحر؟ أريد مزيدا من المغامرات، لقد مللت العيش في مكان صغير كهذا. لا، إنه خطر جدا. بيب، تمتع مع أصدقائك الجبناء، أما أنا فسأذهب إلى البحر. نعم. أوه، انتظر، أوقفوا بوب بسرعة، أوقفوه، تعالوا. إنه صوت بيب، ماذا جرى له؟ يريد أن يذهب إلى البحر، أوقفوه. بوب يريد أن يذهب إلى البحر يا أبي. سنوقفه. يريد أن يذهب إلى البحر؟ هيا هيا هيا، قف يا بوب. سأترك النهر، سأذهب إلى البحر، إلى مكان أكبر، سأصبح أقوى. إنه خطر يا بوب، تعال، إنه خطر. سد الثعابين البحر طريق بوب مثل شباك الصيد. لا تذهب يا بوب. سأذهب مهما جرى، افتحوا الطريق، افتحوا الطريق. كلا سأذهب. بوب تعال، بوب لا تذهب أرجوك. بوب تعال، إنه طريق خطر يا بوب. إنهم ذاهبون إلى البحر. ذاهبون، هيا بنا خلفهم. حاول بيب أن يوقف بوب، ولكن الدوامة جرفتهما. بوب وبيب لم يريا منظرا جميلا مثل هذا من قبل. هيا بنا، هيا هيا. ألا تظن أن هذا المكان يكفي يا بوب؟ ماذا تقول؟ هذه بداية مغامرتنا فقط، لنذهب، هيا بسرعة. أوه، قلبي يناشدني بالسير إلى الأمام، لنبحث عن المغامرات. الطريق إلى المجهول جميل. لا لا لا، إن التمساح سيأكل السمكة الجميلة في أي لحظة.
انتبه. بوب هل أنت بخير؟ اعتني بالسمكة، اعتني بها. سأتقاتل معك، هيا هيا. تعال إلى هنا، تعال، لدي فكرة جيدة. حسنا. سأموت. أحسنت يا بوب. شكرا بوب، شكرا. كنت مدهشا يا بوب. أنا كنت أداعبه فقط، لا شيء. اسمي رون، فرصة سعيدة. بوب وبيب وران أصبحوا أصدقاء على الفور، وسبحوا معا يوما بعد يوم. يبدو أن بوب نسي موضوع ذهابه إلى البحر، وفرح بيب عندما لاحظ ذلك، ولكن في الحقيقة إن بوب لم يتغير له أي قرار. هاي بوب، لماذا لا تحب هذا المكان؟ ها؟ لأن هذا أنا، وأنا ذاهب إلى البحر. بوب، بوب، سأبقى وحيدة إذا ذهبت. أنت لا تفهميني أبدا، سامحيني يا عزيزتي. إلى اللقاء. بوب، بيب، لماذا تريدان الذهاب إلى البحر؟ لا تذهبا، أرجوكما. بوب، البحر، البحر الذي تمناه بوب كان أكثر من حلم بالنسبة له. إنه حقا كبير. إنه كبير جدا ويبدو مخيفا. ما هذا؟ توجد كائنات كبيرة جدا، يا للعجب. كل شيء كان جديدا بالنسبة لبيب وبوب، ولكن كان هناك شيء آخر لم يسمع به من قبل. ماء البحر مالح، وهما متعودان على ماء البحيرة العذب. يا سيدي، ماذا تريد؟ نحن في أي مكان من البحر، هل تعرف؟ ماذا تتوقع أن أقول لك؟ في الشمال أم في الجنوب؟ لا أدري. أتينا من النهر هذا الصباح ولا ندري إلى أين نذهب. أتيت من النهر؟ إذن من الأفضل لك أن تعود إليه. كان بإمكانه أن يكون ألطف معنا. نحن نشعر باليأس، أليس كذلك؟ ثم أصبح الجو من حولهما غريبا. لقد ساد الهدوء، ماذا يحدث يا ترى؟ كان بالقرب منهما سمك قرش كبير، ولأن بوب وبيب ولدا في البحيرة، لذا لم تكن لديهما أي فكرة عنه. منك معروفا. ما هو؟ أرجوك أن تذهب إلى البحيرة مع ران، لأننا لا نستطيع العيش في البحر هنا. آسف، لقد أخطأت عندما أتيت بك هنا. كلا، أنا اخترت أن أتبعك. كما تعلم أنا لست شجاعا، لولاك لما مررت بهذه المغامرات. حقا إني مسرور، أشعر بأني قد عشت أخيرا كما كان يجب أن أعيش يا بوب. سامحني يا بوب. بيب، لا تموت، لا تموت أرجوك، لا تموت، لا تموت أرجوك. كان وداعا محزنا، وعلى أي حال فقد قرر بوب أن يعود إلى البحيرة كما طلب منه بيب. وهكذا أضاع بوب صديقا مخلصا،
ولكنه تعلم درسا مهما، تعلم الفرق بين البطولة والطيش. واصطحب بوب معه في رحلة العودة إلى البحيرة صديقته ران، وهكذا عاش بعد ذلك عيشة سعيدة.